القيمة السوقية ما هي وما العلاقة بينها وبين القيمة الدفترية؟ القيمة السوقية عادة هي الرقم الذي يشير إليه المحللون والمستثمرون والصحف حين يذكرون قيمة الشركة. وببساطة القيمة السوقية هي قيمة الشركة وفقاً للبورصة. تحسب هذه القيمة من خلال ضرب عدد أسهم الشركة في السعر الحالي للسهم في السوق. فإذا كان لدى الشركة 1,000,000 سهم وسعر السهم المتداول 50 ريالاً، فالقيمة السوقية هي 1,000,000 ضرب 50 ريالاً، فتساوي 50,000,000 ريال. تتغير القيمة السوقية للأسهم بشكل مستمر مع تداول المستثمرين للأسهم وبتغير حجم الطلب والعرض على السهم. أحياناً تكون القيمة السوقية أعلى أو أدنى أو مساوية للقيمة الدفترية، وهناك حالات تحكم العلاقة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية. أولاً، القيمة الدفترية أكبر من القيمة السوقية. يحدث ذلك عندما يكون السوق فاقداً الثقة في قدرة أصول الشركة على توليد أرباح مستقبلية وتدفق مالي. ثانياً، القيمة السوقية أكبر من القيمة الدفترية. عندما يحدد السوق قيمة أعلى للشركة بسبب قوة أرباح أصولها. ثالثاً، القيمة السوقية مساوية للقيمة الدفترية. يحدث ذلك حين لا يرى السوق أي سبب منطقي للاعتقاد بأن أصول الشركة أفضل أو أسوأ مما هو وارد في بيان الميزانية.